وخلونا نطمنكم كمان عن الاصابات اللي في الفريق. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم وضع برنامج علاج طبيعي واستشفائي لمده 48 ساعه لعلي معلول للتخلص من الاجهاد العضلي على ان ينتظم بعدها في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. واكيد كتير مننا خد باله ان علي معلول برغم الاجاده التامه في اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي امام الزمالك، لكن في حاجه كانت ملحوظه عليه واضح ان كان عنده اجهاد ما فعلا، ده اللي بصدد اصلاحه او علاجه في هذه الفتره.